اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه فاس بي ان برنامج عالم انثى، البرنامج اللي كيشكل المتنفس ليك وليا ولجميع سيدات المجتمع المغربي، واللي غادي يمكننا من اعطاء صوره واضحه على شكون هي المراه المغربيه، وغادي يمكن ابائنا ازواجنا واخواننا من التعرف على الجوهر ديالنا الكامن في البساطه ديالنا، في الرقه والانوثه ديالنا، وبطبيعه الحال في القوه والصلابه ديالنا. موضوع حلقتنا اليوم هو الصناعة التقليدية وبالضبط فن الطرز، واليوم معنا فنانة في مجال الطرز واللي غادي تقاسم معنا الخبرة ديالها والتجربة ديالها في مجال الطرز. مرحبا بك لالا أمينة معنا في برنامج على الطرز. مرحبا لالا، بارك الله فيك. أنا جد سعيدة بالاستضافة ديالك معنا اليوم. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا. إذا في الأول باش نبداو النقاش ديالنا، عرفينا أكثر على شكون هي أمينة وعرفي المشاهدين ديالنا علاش. مرحبا، أنا رواضي أمينة، صانعة تقليدية، صاحبة مقاولة صغرى في مجال الطرز، تنبات، فاندا، كل ما يخص، كل ما هو يدوي. أم لجوج ديال الأطفال والحمد لله. تبارك الله. تبارك الله. إذا لالا أمينة قربينا أكثر من مجال الطرز وكيفاش تدخلتي لمجال الطرز. كما كتعرفي بالنسبة لمدينة فاس، صح، يعني كاع سكان المدينه القديمه واخا تكون تتقرا البنيته ضروري في الصيف ما كتمشي لدار المعلمه. فبدايه ديالي في الطرز كان من دار المعلمه، ماشي من النادي او كنا ملي كنساليو العطله الصيفيه ديالنا تنجمعوا البنات ديال الحومه وكذا وتمشيو لعند دار المعلمه، تما تتعلم داك يعني الطرز كما تنقولوا على اصله، يعني الطرز اللي تيكون مسموم، يعني متقون فين كاين هادي فين كاين. من تما كانت بدايه الانطلاقه ديالي بالنسبه للطرز. وشكون اللي علمك الطرز بالضبط؟ يعني كانوا ناس كثار اللي علمك الطرز ولا انت تعلمتي؟ لا، من بعد شنو هي الاساس؟ هي دار المعلمه. واحد الاخنات الله يرحمها مسكينه كانت تجمع كاع البنات ديال الحومه وتتعلمهم. من تم صافي بديت هكذاك. من بعد كنت كنقرا، ساليت من القرايه، تزوجت، بدا المجال ديالي الا ما حطيتيش المرمه او درتي شي حويجه ديال هذيك صافي كتبقى غاديه في الدم. الناس ديال فاس كلهم معروفين بهذه المساله هذه. من تما كانت الانطلاقه ديال الطرز ديالي، بديت كنطرز في داري من بعد ما تزوجت وداك الشيء، ولكن الانطلاقه الحقيقيه هي من بعد الطلاق. ما فين كان عطاني واحد الدافع ان كنقول للمراه ما يمكنلهاش تبقى دائما تحت ضغط شي حد، مثلا تيصرف عليها شي حد، مثلا تحت السلطه ديال شي حد. هي الصنعه كيف ما بغات تكون، كيف ما بغات تكون، هي كيان. انا من الصنعه درت بزاف ديال الحوايج، من الطرز درت بزاف ديال الحوايج. الطرز خلاني نكون مراه، الطرز خلاني نربي جوج الوليدات، طرز دار لي كيان. ما شاء الله. شنو هو كيان؟ يعني نعيا نبغي نقول لك ولا نشرح لك القيمه ديال داك الشيء اللي دار لي الطرز. ربما شنقول لك، ماشي كل شيء غادي يكون موظف، ماشي كل شيء غيكون وزير، ولكن ماشي كل شيء غادي يكون تحت الصفر. أكيد. ماشي كل شيء غادي يمد يده. الا كنتي مراه حره وفيك النفس ديال المراه الحره، راه غادي من لا شيء غترجعي شيء. اكيد اكيد. انا فرحه كنحاور لالا امينه وكنشوف وجهها واحد القوه تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله. كنتمناو كاع السيدات اللي كيتفرجوا فينا حتى هما ياخذوا منها العبره وحتى هما يكونوا قويات كل وحده في المجال ديالها. لا الحمد لله، انا الصنعه يعني عطاتني قيمه. الصنعه عطاتني كيان، الصنعه عطاتني بزاف ديال الحوايج. فالانسان والحمد لله دابا القفطان المغربي راه شوفي وصل، يعني راه وصلنا يعني العالميه بطبيعه هذا. والفضل راه الصانع التقليدي. اكيد. احنا ما كنسوقوش داك الشيء باغ انترنت وداك الشيء، ولكن حنا كنعطيو للناس اللي تيسوقوا، راه حنا الاساس بطبيعه الحال. يعني الا ما كانش المعلم راه ما غاديش يكمل القفطان او التكشيطه. حنا الاساس ديال التكشيطه، وحنا الاساس الجلابه، وحنا الاساس القفطان، وحنا الاساس كاع ديال
كل ما يتعلق بهذا الشيء هذا هو. بطبيعه الحال احنا مازال هنرجعوا لهذا الشيء كامل، مازال هنهضروا على الطلاق ديالك، هنهضروا على بزاف ديال الحوايج، الحلقه مازال طويله. ولكن دابا بغيتك تقربين اكثر من الحرفه ديال الطرز، تعطيني الخبايا ديال الحرفه ديال الطرز. مثلا يعني بغيتي، هو الطرز شنقول لك، فيها عدة أشياء، كاين مرضوخ، كاين فاشفاش، كاين طرز الرباطي الأصيل، كاين الغرزة، كاين شنقول لك أنواع كثيرة، أنواع كثيرة ديال الطرز، أنواع كثيرة. وأنتي ملي كتشدي داك القفطان كترشمو، كتبدا كتعرف شنو، مثلا في الرشمة كتعرف شنو غادي دير، واش هنا هاد البلاصة غتكون فيها غير رباطي، هاد البلاصة غيكون فيها رضيخ، هاد البلاصة غيكون فيها فاشفاش، يعني عدة أشياء عاد باش تعطيك داك اللوحة في داك القفطان هذاك. ولا لا أمينة كتخدم هاد الأنواع كاملين بطبيعة الحال. أنا كنت كنخدم أنا في الأول بيدي، ودابا عندي الحمد لله من تحت يديا بزاف ديال الصانعات وبزاف ديال الصناع، اللهم لك الحمد. هادشي اللي باغا نسولك يعني كيفاش حتى ضميتي ليك بزاف ديال الصناع معاك، يعني كيفاش قلتي خصني نبدا نجي معايا نساء؟ هنا فين غادي نرجعو للطلاق. منين طلقت كنت انا كنخدم بيدي، حاجه كهوايه، كشي حويجه نخدمها لشي كليانه، كانت عندي غير يعني غير نشوه، غير المهم ما نبقاش جالسه، المهم كيكون واحد الدقل وقليول، ولكن المهم ما تبقاش جالسه، اللهم هو ولا بلاش. من بعد الطلاق انا وعندي جوج الوليدات، دونك خصني يكون عندي واحد المدخول. تبارك الله، الوليد والبنيته والمدرسه والفلوس، وهذا راك عارفه الانسان ما غاديش، مسؤوليه الحياه. من هنا جاتني الفكره ديال باش ندير نوجد كوليكسيون ونبقى نبيعها للناس، للخياطات، لهذه كان عندي واحد شويه ديال الفلوس مجموعين مع شويه ديال الذهب. انا تنهضر معك بكل صراحه، خلصت داك الذهب ديالي، بعته بديت به، شريت التويبات كذا، بحكم انك كتكوني طراسه كتعرفي فلانه وفلانه 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 وفلانه. انا تنرشم بيدي، بديت تنرشم، فصلت الحويجات، فصلتهم الى اخره. هنا فاش كاين نرجعوا لواحد المساله ديال التوكل على الله سبحانه وتعالى، بطبيعه الحال، وتكون عندك اراده، اراده قوية، انك ما تطلبيش لشي حد اخر او تلتجئي لشي ميدان ماشي هو هذاك باش تجيبي واحد المدخول باش تصرفي على ذاك الولاد. دونك فاش تكون فيك، حنا نرجعوا لذاك النفس اللي ما ديال المراه المغربيه، ديال المراه الحره اللي ما كترضاش بالذل وما كترضاش بتبيع لحمها مثلا باش تجيب واحد القوت يومي، لا، كاين ما يدار، راه ماشي غير الحاجه الخايبه اللي يمكن لك تجيب منها مثلا الفلوس الساهله، لا غتخدم وغادي تجيب وغترجعي، يعني عندك واحد القوه وواحد يعني بلاطه في المجتمع. صافي، من تما درت واحد، بديت شويه حتى الحمد لله دابا عندي 23 بنت تحت يدي تيخدم ما شاء الله، من 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 جوج لاربعه لثلاثه، وجدت كوليكسيون وتوكلت بها على الله وسافرت وطرقت البيبان، وربي ما تيخيبش بطبيعه الحال، اكيد الله سبحانه وتعالى ما تيخيبكش. اكيد. انا بغيت نشير لواحد النقطه واحده اخرى، بما اننا كنا ديجا جلسنا انا ولا امينه وهضرنا قبل، وذكرت لي بلي كتخدم مع مصممين كثار ومعروفين، عاودي لينا كيفاش كتكون الخدمه مع المصممين بارابور على الخدمه مع الخياطين هكا عاديين، زعما شنو كيكون الفرق؟ ولا امينه شنو كتفضل اكثر، واش تخدم مع مصممين معروفين ولا تخدم مع خياطين او خياطات عاديين؟ نقول لك واحد الحويجه، حنايا في المجال حنا تنهضروا على كيفاش الصنعه كتجيب لك واحد القوت، صافي؟ دونك سواء كانت مصممه او خياطه عاديه، انت هنا المهم ديالك هو انك توصلي واحد المنتوج يكون مزيان، سواء المصممه سواء الكليانه بحالك هكذا تجي تقضى من عندي، ولا وحده اخرى انت هنا غتجيب وحده اخرى بحال المصممه بحال العادي. غير الفرق ما بين المصممه والعادي، المصممه كتعطيك واحد لا كونتيتي ديال واحد الخدمه اللي كتكتب، تاخذي واحد الوقت فيها باش تتوجديها لها وتتعطيها لها، باغابوغ للكليانه ولا هذاك تتوجدي لها هذاك الحويجه هذه جديد بهذه، فهمتي؟ ما كيكونش كونتيتي ديال الخدمه، فهمتي؟ وكنعرفوا بلي حتى المصممين مثلا كيكون خصك تلتزمي بالتصميم ديالهم، يعني ديري لهم الطرز على حساب داك الشيء اللي هما ديجا مصممينه. هنا واش غادي نهضروا بصراحه ولا نهضروا شويه بالكذوب؟ هضري لي بصراحه. شوف، المصممه كيف ما بغات تكون، شنو كتفاهم معاك على الالوان اللي خصك دير. اما فيما يخص الرشامي، فيما يخص الطريقه ديال الطاز،
فالصانعه التقليديه هي اللي كتبداها من باباه حتى يماه كما تنقول، تعطيك تويباتها، تعطيك مسائلها، ولكن انت لا تتبدع في داك الشيء ديالك باش تتوصل لهذاك. بحال نقول لك واحد المثال، انا نعطيه مثال مغربي، بحال الخبيزه، منين تتبغي هذا كذا وشويه كذا وتتعجنها وتطيبها حتى توصلها بطبيعه الحال. هكاك هو المثال. جميل جميل. بصراحة الحوار زعما معك شيق وتبارك الله، كنشوف في عينيها واحد القوة، وبصراحة أنا صراحة عجبتني بزاف. أنا بغيتك دابا تحكي لنا على معاناتك مع الطلاق، يعني كيفاش الطلاق دفعك باش أنك تحققي ذاتك من خلال مجال الدرس. المرأة، شوف، حنا ما ندخلوش كما قلتي في الحيتيات ديال الحقرة وكذا اللي كتكون حاسه بها المرأة البسيطة، اللي تتكون مثلا بحالي أنا ما تبعتش قرايتها وخرجت وخصها هي غير تمشي وتزوج ودير وليدات وداك الشيء، وهذاك غلط. الإنسان ما يوقعش فيه، لأن الواحد في إمكانه يقرا، في إمكانه يحقق بزاف ديال الحويجات. دونك فاش تزوجت، أنا تزوجت صغيرة، وهذا فاش اخذت المرحله ديال الزواج، من فيها المزيونه وفيها الخايبه، ما نكذبوش، ولكن كان الخايب اكثر من المزيان. دونك بديت تنتضغط، صبر 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 صبر، جا واحد الوقت اللي صافي كيتقاضى لك الصبر. ما كملتيش قرايتك، عندك واحد الحويجه اللي هي واحد الصنايعه، اذا عندك جوج ديال الاختيارات، هي تكملي في ذاك الحياه وانت هي صابره وضاقه على نفسك ويجيوك امراض الى اخره الى اخره، هي تشوفي سي سولوسيون كيف ديري تخرجي من داك المشكل اللي انتينا فيه. صافي، من هنا بدات الانطلاقه. تنفكر الدعاء، والله الذي لا اله الا هو، توكل على الله والدعاء. دائما تنقول يا ربي، لا عندي شي خير في شي حاجه، انا راه ما باغاش هذه الحياه، لكن باغا حياه ما افضل، انا ماشي ديال هذا الصبر وماشي ديال هذه الغبينه وماشي ديال هذا الشيء. صافي، خرجت ذاك المراه ديال داخل القوه من رحم المعاناه. معاناة كتخرج، شوف والله الزيت الا ما عصرتيهاش ما كتعطيكش الزيت. صح. الزيتون الا ما عصرتيش ما تعمل. فعلا انا تعصرت، وكان المنتوج اللهم لك الحمد الوليد قرا ما شاء الله، هو عنده الماستر دابا ما شاء الله ما شاء الله، والبنية ها هي دي، هي تنكافح معاها وهي دي ما شاء الله، بدويرتي بطوموبيلتي بمشروعي اللهم لك الحمد، تنسافروا تنبسوا في لسان كيطوال وتنخرجوا برا المغرب، اللهم لك الحمد، والفضل لله صنع. سبحانه وتعالى والصنع بطبيعة الحال، وهذا شيء جميل بطبيعة الحال. أنا قبل ما نختموا البرنامج ديالنا، وبغيتك تعطيني نصائح للسيدات اللي كيتفرجوا فينا، واللي تاهما مثلا عندهم شي صناعة في يديهم أولا باغيين يتعلموا شي صناعة، شنو تقدري تنصحيهم باش تاهما من خلال ديك الصنعة يحققوا ذاتهم ويوصلوا لشنو كيطمحوا؟ أنا نصيحة ديالي للمرأة المغربية، الكاميرا هي حداك، تفضلي أعطينا النصائح ديالك. النصيحة ديالي للمرأة المغربية كيف ما بغات تكون، بالقليل وبالكثير، الانسان غير تكون حره وعندها ذاك النفس ديال ما تحتاجش لواحد اخر تمد له يديه، لان الله عز وجل قالها ان الله يحب اليد العليا. فدائما الانسان يبغي هو يعطي، هو يصدق، ماشي هو يطلب، وراه من لا شيء كيكون الشيء. انا والمثال قدامكم انني راه من حتى شي حاجه، يعني نشير لكم واحد المساله، انا في الفتره ديال طلاقي راه الراجل دار لي كل شيء، بقيت على الارض، وانا دابا اللهم لك الحمد راه في نعمه من الله، ما نقدرش نقول لكم فين انا، بفضل الله سبحانه وتعالى وصنيعتي والنفس، هذا هو اللي كاين. بصراحه لاله امينه واحد المثال حي قدامنا، القوه والصلابه والانوثه تبارك الله، كنشوف به ان هي امراه جميله جدا، وكافحات وكبرات ودارت بزاف ديال الحوايج في حياتها وحققت ذاتها بطبيعه الحال. وكنتمنى تكونوا خديتوا منها العبره وتكونوا خديتوا المثال وتتبعوا النصائح اللي قالت لكم، وخصوصا التوكل على الله، حتى اي حاجه كنديروها ولا بغينا نمشيو فيها خصنا نتوكلوا فيها على الله. بهذا القدر مشاهدينا الكرام غادي نوصلوا لنهايه الحلقه ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا كما انا استمتعت بالحوار ديالي مع لاله امينه. نتلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله مع ضيف اخر وموضوع اخر، دائما على نفس القناة فاستبقى قناة كل مغاربة. دمتم في رعاية الله. وما تنسوش ديروا ابوني بقناة فاستبقى وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.